التعليم جيك ب 8000 جنيه. السلام حمدي محمد. تحية اعزاز وشكر رجال القوات المسلحة. لهم منا جميعا كل الشكر. في البداية احب اكد على اهتمام حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على التقاط الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا من خلال تقديم برامج اجتماعية واقتصادية لارتقاء بمستوى معيشة المواطنين جميعا، منها على سبيل المثال للحصر برنامج تكافل وكرامة